ينضم إلينا من جدة حمزة جمجوم، مخرج فيلم تمزق، أفضل فيلم سعودي بمهرجان البحر الأحمر. يسعد صباحك يا حمزة، ألف ألف مبروك على فيلمك الفائز، أفضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الأحمر. أول شيء، كيف كانت ردة الفعل للفيلم وعرضه في هذا المهرجان؟ أولا جزاكم الله خير على استضافتنا، والحمد لله كانت ردة الفعل جميلة، ونحن فخورين جدا بأننا نفوز بأول جائزة سعودية في أول مهرجان سعودي. إذن ألف مبروك يا حمزة، هذا الفوز المستحق. اليوم إذا ما تبعنا تضاعفت كثيرا الأعمال الفنية السعودية السينمائية منها، ما هي التحديات التي تواجه صناع السينما السعودية؟ التحديات كثيرة، بس الحمد لله نحن عندنا فرص جميلة كسعوديين، لأنه معنا الحكومة الراشدة بتساعدنا، وزارة الثقافة معنا، والمهرجانات السعودية معنا. التحديات هي مالية، هي فكرية. عندنا أكبر تحدي قالوا لنا الشعب السعودي يحب الأفكار المبسطة، لكن الحمد لله أثبتنا أنه مثل فيلمنا بس فيلم تمزق، يعني حتى بطل الفيلم قال مش الكل راح يفهمه. يعني والله نحن عملنا فيه عمق كثير وأفكار سيكولوجية، فنتمنى نثبت لكل العالم أنه الشعب السعودي ما هو شعب بسيط وتفكيره ما هو بسيط، بالعكس نحن عندنا عمق وعندنا فلسفة كبيرة. فالحمد لله السكرينينجز اللي عملناها الاثنين كانت كلها سولد اوت، وبعد ما انتهى الفيلم الرياكشن حقت الجمهور كانت جدا رائعة، اثبتتنا انه اهدافنا اللي كنا حاطينها قبل سنة سنتين تحققت الحمد لله. طيب، أهمية ان تشارك افلام سعودية في مهرجانات عالمية وان تفوز اليوم بجوائز بهذا المستوى لجهة إتاحة الفرصة للشباب السعوديين الموهوبين والوصول بالسينما السعودية إلى العالمية؟ لازم طبعاً نحن كشعب سعودي وكصناع أفلام سعوديين لازم نشارك في كل المهرجانات العالمية، لازم نصدر قصصنا إلى العالم الخارجي. أصلاً فكرة القصة ولا فكرة أي فيلم لازم يخرج على نطاق بلده عشان الجمهور الأجنبي والجمهور الغربي والجمهور العالمي يتفرج علينا، يتعلم مننا قصصنا ويفهم مننا أفكارنا، لأنه كنا غائبين عن ساحة الأفلام لمدة 25 سنة، وهذا مو غلط الغير سعوديين بإبرازنا بطريقة سلبية، بالعكس هذه مسؤوليتنا نحن كسعوديين أن نبرز قصصنا في أفضل طريقة، والحمد لله الآن عندنا الفرصة أن نتحدى العالم بكل قدراتنا. طب وبرأيك ما الذي أوصل فيلم تمزق لهذه الجائزة وهذا الفوز المستحق؟ ما هي نقاط القوة من حيث إخراجه، غير الإخراج، من حيث تمثيله وكله؟ والله طبعاً الفكرة، نحن دائماً نقول الفكرة هي أهم شيء، والدعم اللي جانا من كل التيم الحمد لله، من زي ما قلنا من وزارة الثقافة، من الشيخ الوليد الإبراهيم رئيس ومؤسس شركة MBC، آمن بفكرة السعوديين يمسكوا مشروع زي كذا ودفيناها. بس أنا أؤمن بأنه الفكرة هي أساس كل شيء، والحمد لله فكرتنا كانت من أول يوم فيها إثارة، فيها فلسفة، فيها سيكولوجية قوية، والحمد لله الجمهور أثبت أن هذه الفكرة هي ناجحة. كل شيء عظيم يبدأ بفكرة. الفيلم يستحق يا حمزة، ألف ألف مبروك مرة ثانية. شكراً. من جدة حمزة جمجوم، مخرج فيلم تمزق، أفضل فيلم سعودي بمهرجان البحر الأحمر. شكراً يا حمزة.